مفيد خصوصا بالسكوات لانه بعطينا ديبث كتير حلو للسكوات، راح يفتح لنا مفصل الحوض مزبوط وراح يعملنا استطالة لعضلة الهامسترينج بطريقة راح تخلي السكوات عندك كتير اعمق. نحمل الكاتلبل واحنا واقفين على البوكس، بتوقف بحيث كيف انت بتوقف بالسكوات بالعادة، اذا السكوات تبعك واسع بتوقف واسع شوي، اذا السكوات ضيق بتوقف بالسكوات اللي انت بالعادة بتعمل تمرين السكوات فيه. يعني بنزل برجلي، بخلي الرجلين مستقيمين وبنزل بظهري، ظهري راح اقوسه شوي وانزل على الاخر، بدي احاول انزل لتحت الحد تبع البوكس. هلا اذا ما بتقدر تنزل للحد تبع البوكس انزل بس لغايه ما تكون رجليك مستقيمين او لغايه ما يكون رجليك مستقيمين، وبعدين بنقعد بقعده السكوات. هون مهم كتير انه لما تقعد بالسكوات لما تنزل لتحت ظهرك راح يبدا يقوس، راح يدخل لجوا. هون راح نحاول نفتح الظهر على الاخر، يعني ما تستعجل بالحركه، ما تحاول بس انه نعمل التكرارات 10 وخلص نقوم، بدنا نحاول نظبط التمرين يعني اتقن التمرين 100%. فراح ننزل على الاخر زي ما حكينا بالسكوات، بنفتح الظهر وبعديها تقعد في هذه السكوات لمدة مثلا ثانيتين او ثلاثة، بعدين راح ترجع تطلع لفوق بس بالهيبس، يعني راح نطلع بس الرجلين والمؤخرة لفوق ونفتح الرجلين مستقيمين.